أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع العجز في الميزان التجاري ب 8.4% بنهاية يوليو الماضي، ليسجل 4 مليارات و100 مليون دولار مقارنة ب 3 مليارات و790 مليون دولار للشهر ذاته من العام الماضي. وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 8.9% مسجلة مليارين و230 مليون دولار خلال الشهر ذاته، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8.6% لتسجل 6 مليارات و330 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.